عندنا الشقة في التجمع الخامس في كومباوند اسمه جايد. الكومباوند ده قدام الرحاب، احنا بنتكلم في 170 متر. دي برايم لوكيشن، تلات اوض نوم متشطبة بالكامل زي ما احنا شايفين. كومباوند موقع ممتاز جدا على لاندسكيب جرينري، تراس كبير. ده مدخل باب الشقة هنا، بعدين بندخل ريسبشن، وبعدها على اليمين في المطبخ وحمام ضيوف هنبص عليه. ده المطبخ وفي وصل الغاز، وده حمام الضيوف. طبعا كهرباء، تليفونات ارضي، كل حاجة واصلة. ده انتركم خاص بالعمارة. بعد كده في عندنا تلات اوض، على اليمين في اوضتين، وهنا على الشمال في اوضة ماستر الدريسنج بتاعها هنبص عليها. دي الاوضة الماستر، ده الحمام بتاعها، ودي دريسنج خاصة بالأوضة الماستر. عندنا بعد كده أوضتين كمان بيخدمهم حمام، ده الحمام اللي بيخدم الأوضتين التانيين، ده أكبر حمام. دي أوضة كلها مساحات ممتازة جدا، مساحات حلوة أوي حقيقي يعني، ولوكيشن حلو جدا لأنها كلها بص على لاندسكيب، كلها بص على خضار زي ما احنا شايفين. 170 متر في كومباوند جايد، التجمع الخامس، متشطبة زي ما احنا شايفين، تشطيب رائع. راس حلو، يونت ممتازة جدا بصراحة.